يشعر يابانيون كثر من مختلف الأجيال بالحاجة للبوح عما يجول في خاطرهم من دون الاضطرار للتردد على عيادات المعالجين النفسيين، وقد بات لهؤلاء حل يكمن في الاستعانة بخدمات أشخاص يتقاضون أموالاً في مقابل مرافقتهم أو مجرد الإصغاء إليهم. لي شخصية أعيشها مع أصدقائي، وأخرى مع عائلتي، وثالثة مع حبيبي. أعدل شخصيتي تبعاً للآخرين. هنا يتبدد هذا كله، نظراً إلى أني أتحدث مع شخص لا أعرفه، وأشعر بفضله أني أفهم ذاتي على نحو أفضل. وانطلقت الفكرة قبل 4 سنوات بفضل مصمم مستقل بدأ بتأجير خدماته الشخصية في الإصغاء، ويمكن الاستفادة من هذه الخدمة في مقابل 1000 ين أو 10 دولارات للساعة الواحدة. 1000円もらうということで、やっぱり一生懸命向き合えるというか、一応ビジネスとしてなんか自分は تعرفة 1000 ين أمر جيد، إذ تظهر أن هذه الخدمة محترفة، والزبون يقول من جهته أنا أدفع لك لتستمع إلي. وتسلط هذه الخدمة الضوء على الصعوبة المتنامية لدى اليابانيين في التواصل مع أقربائهم، خشية التسبب لهم بالضجر وخوفا من أي رد فعل سلبي. عندما نواجه أمرا جديدا من الصعب تشاركه مع شخص نعرفه قد لا يفهمنا بالضرورة، ونتساءل عن المدى الذي يمكن أن نبلغه في البوح عن مشاعرنا في حال كان من شأن ذلك أن يزعج الآخر. ويقدم نيشوموتو خدماته 30 إلى 40 زبونا، وبات يعمل في هذه الخدمة ضمن فريقه نحو 60 رجلا يتوزعون على أنحاء البلاد كافة.